ايوه بهجت. ايه؟ سهم شركة النحاس نزل بشكل مش معقول؟ طب اوعى تبيع. استاذ سالم تليفون على الخط التاني. ايوه هناء، معايا مكالمة مهمة، خلي الخط معاك. بهجت، انا عايزك تقفل دلوقتي عشان مش عايزهم يحسوا بحاجة هنا خالص. سالم، المدير بيسأل على ملف الشرقاوي. حاضر حاضر. ايوه بهجت، انا عايزك تكلمني بالليل في البيت، عارف ان الموقف صعب جدا. يا بني ادم ما ينفعش ابيع، لا انا عايزك تدخلني العمليه دي واطلع منها بدون خساره. يا استاذ سالم تليفون على الخط التاني. خلاص يا هناء، حوليه حوليه. اقفل دلوقتي يا بهجت، اقفل زي ما اتفقنا. ايوه مين؟ ايوه ابراهيم. ايه بس في ايه؟ طيب اقفل اقفل دلوقتي، انا جاي حالا. مبرد يالا، مبرد يالا، انت فين؟ تليفوني يا استاذ حسان. ايه؟ من فوق. ايه؟ ايه يا بيه؟ ايه؟ معقول؟ مش ممكن. طب خلاص خلاص، انا جاي جاي حالا. ايه الاخبار؟ ايه ما بتردش ليه؟ للاسف الحاله بتسوء جدا. لما الدكتور ابراهيم فين؟ معاه جوه بيكشف عليه. استر يا رب وجيب العوائب سليمه. طمنا يا دكتور. ساكت ليه يا دكتور؟ اوعى يكون مولانا. الحمد لله على السلامه يا اولاد. مولانا، الحمد لله على سلامتك انت مولانا. الله يسلمك يا عمر. قولي اخبار مذاكرتك ايه؟ الحمد لله مولانا، الترم الاولاني 6 امتياز و2 جيد جدا. كويس. وانت ازيك يا حسان؟ ورشتك عامله ايه؟ الحمد لله مولانا. لا مولانا، ليه بعتنا عنك شهرين كاملين من غير ما نسمع كلامك ولمتنا الحلوه دي جنبك؟ يا ولاد انا دوري انتهى لحد كده. وصدقوني أنا في منتهى الرضا والسعادة إن حقابل وجه رب كريم، وأنا سايب 4 شباب من عباده بيبحثوا عنه ورايدين سكته، وديني سلمتكم لطريق الحياة بعد ما عرفتكم إزاي تمشوا في دربها وإزاي حتواجهوا صعبها. ما فاضلش باقي إلا إنكم تبدأوا الرحلة لحد ما توصلوه. بس خدوا بالكم، ممكن انتوا في الطريق فيكم اللي يقع وفيكم اللي حيتوه، لكن لو فضلت عينيكم مفتحة أكيد أكيد هتعطروا في السكة اللي هترجعكم. ما أنا خايف عليكم من غشاوة العيون، أهو اللي شايف ومش قادر يمشي أفضل 1000 مرة من اللي ماشي ومش قادر يشوف. طب ليه الفراق بس يا مولانا؟ ما احنا معاك اهو، وبعدين انت بتورينا السكه. ما هو الفراق ده سنه الحياه يا ابني. المهم انا طلبتكم النهارده عشان حاجه مهمه، مهمه قوي. قول يا شيخنا واحنا هنسمع. عايزكم تقعدوا هنا في المطرح بتاعي ده مده صغيره، بالكتير شهر. شهر؟ ايوه يا ابني، اصل فيه ناس ياما غلابة ومساكين معتادين يجوا لي هنا، وبعطيهم من عطاء الله وفضله اللي بيجود عليا بيه. انا ما بحبش ارد سائل او اكسر بخاطر محروم. الناس دي ما تعرفش اني رحلت او على وشك الرحيل، عشان كده عايزكم تستنوا هنا الشهر ده، واي واحد منهم يجيلكم الدين المقسوم وبلغوهم ان الرزاق سبحانه وتعالى جعلنا رزق في مكان تاني غير هنا. لازم تدخل ترتاح شويه. فعلا انا لازم ارتاح.
حسان حسان خد بالك من ورشتك يا ابني، راعيها زي عينيك، واعرف ان خشونه ايديك لازم تعوضها برقه قلبك. عمر عمر العلم يا ابني، علمك علمك وبس هو طريقك وسكتك، واوعى قلبك يملكك. سالم سالم يا ابني سالم، عايزك تعرف ان رزق زي البحر، خد منه اللي يريك وحاسب لتغرق. ابراهيم ابراهيم، عايزك تعرف يا ابني ان طول ما ايديكوا في ايدين بعض وقلبكوا على قلب بعض، عمر الشيطان ما حيغلبكم ولا حيقدر حتى يهوب ناحيتكم. يا اولاد يا اولاد، السكة طويلة بس نهايتها قريبة، عايزكم تصبروا على طولها واستعدوا لنهايتها. ابراهيم ابراهيم يا ابني، عايزك تشوفني بعد ما اصلي ركعتين والله طل علي، وبعدها اغطيني يا ابني اغطيك. ده اليوم اللي كنت خايف منه متوقعه، الغلطة غلطتكم انتوا، ما كانش لازم تسيبوه ده كله. حسان قدر ربنا ملوش مانع. ده مش قدر، احنا اتفقنا ان كل واحد فينا هيقعد معاه اسبوع، لما انتوا الاتنين تغيبوا عنه اسبوعين ده ما يبقاش قدر، ده يبقى اهمال. انا ما اتعمدتش اني ما اجيش، بس الظروف كانت اقوى مني. ارجوكم يا جماعه ارجوكم، اللحظه اقدس من ان احنا نتعامل معاها بالشكل ده، على بعد امتار مننا بتدور اهم رحله في تاريخ الانسان، الموت، السفر الطويل. انسوا ضعفكم الانساني، فكروا في اللحظه بصفاء الملائكه، فكروا في لقاء المحبوب. عشان تغطي الشيخ. انت مين؟ انا جاركو عزازيل. محدش فيكم يا جماعة فكر في الموضوع ايه؟ موضوع ايه؟ موضوع الغريب اللي دخل البيت ده. ده كان شكله غريب جدا. لو انا مستغرب له ازاي خرج من البيت واحنا قاعدين قدامه. ما يمكن دخل واحنا في المرسى. كان الدكتور ابراهيم شاف. انت شفته يا دكتور؟ جايز مش فاكر. خلونا في الاهم، نفكر في حكايه ال 30 يوم اللي هنقعدهم هنا دول. ايه ده؟ هو احنا هنقعد هنا فعلا 30 يوم؟ امال ايه؟ ايوه طبعا، دي كانت وصيه الشيخ قبل ما يموت. انت قصدك ايه بقى يا سالم؟ لا انا قصدي يعني ان احنا مش لازم نقعد كلنا، ممكن نبدل مع بعض. يعني انا قصدي قصدك ايه بقى ومش قصدك ايه؟ انا عن نفسي مش منقول من هنا، بس كنت عايز تمشي انت حر. عموما هي مش غريبه عليك حسان، ما تفهمنيش غلط. لا غلط ولا صح،
اولا انت ما جيتش عشان تراعي الشيخ زي ما اتفقنا، ثانيا مش راضي تنفذ وصيته. يا جدع روح، روح شوف تجارتك، روح. حسان من فضلك. حسان ايه؟ خف على اخوك شويه. انا متهيألي يا جماعه الشيخ كان يقصد حاجه معينه من مساله وجودنا هنا 30 يوم. مش معقول هنقعد عشان نقابل الناس ونقول لهم انه توفى. اكيد كان يقصد حاجه تانية، بس ايه هي انا مش عارف. عشان كده انا قررت اقعد المده كلها. بونجور يا جماعه. ايه ده؟ انت انت تاني؟ يا ساتر يا رب. جرايه حسان، ايه يا اخي المعامله الوحشه دي؟ انا يا ابني دوست لك على طرف. انت تعرفني منين يا جدع انت؟ وعايز مننا ايه؟ يا جدع انت بالراحه، مش كده. مساء الخير يا جماعه. ازيك يا سالم؟ اه يا عمر، اهلا يا دكتوره. حسان، مش يمكن يكون ده واحد من اللي الشيخ كان عايزنا نستناهم؟ هو بالظبط كده. كويس انك عرفتها لوحدك. الخلاصه انا جاي اقول لكم في الحته المقطوعه دي، لو احتجتوا اكل او شرب انا فيلتي هناك على اول الجزيره. وتعالوا. مش عايزين من وشك حاجه. يا سلام، انتوا فاكرين يعني الشيخ بتاعكم كان بياكل وبيشرب منين؟ اخلص، احنا مش عايزين منك اي حاجه، وامشي من هنا، امشي. بالاذن يا جماعه، بالاذن. طالما كبيركم قمر يبقى انا ما اقدرش اضغط عليكم، وطالما احنا هنبقى جيران لمده طويله يبقى اكيد هنتقابل تاني. اوروفوار، ليلتكم سعيده. كملوا يا رجال، كملوا. مش ممكن، مش ممكن ابدا يكون انسان طبيعي ده. على فكره نفس اللي انا بفكر فيه بالظبط، بس انا حاسس يا جماعه ان انا سمعت الاسم ده قبل كده، بس مش عارف سمعته فين. انتوا محدش فيكم شافه هنا قبل كده؟ وهنقابله فين يا ابني؟ ده بيقول لك عنده فيلا. هو في حد كان بيحضر للشيخ عنده فيلا؟ طب ما في كتير كانوا بيحضروا معانا دروس للشيخ وكانوا طيبين. طيب ده طيب ده؟ ده شكله شطار والعياذ بالله. حتى لو كان شيطان. نعم، انت بتقول ايه؟ بقول حتى لو كان شيطان هتفرق ايه يعني؟ اعوذ بالله، شيطان؟ يا دكتور احنا مش ناقصين رعب على اخر الليل. لا رعب ولا حاجه. طمن قلبك وفكر بعقلك. تعمل ايه لو قابلت الشيطان؟ هعمل ايه؟ هبعد عنه طبعا. ابعد عنه ايه؟ احنا نحاربه ونقضي عليه. وليه ما نحاولش نهديه؟ ايه؟ ايوه نهديه. ده واجبنا تجاه كل مخلوقات الكون، انس او جن. وده حقهم علينا. واحنا من واجبنا اننا نديهم حقهم. لا 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 عمر اصحى. والله ظاهر انك حنيت للجنان بتاع زمان والحفلات بتاعت عبدة الشيطان. حسان ايه؟ مفيش داعي للكلام ده. دكتور ابراهيم انا مش عارف اللي بقوله ده صح ولا غلط، بس انا حاسس ان ده اللي جوايا. اللي بتفكر فيه عمر ده خطر، عشان كده لازم تفكر فيه كويس. تفكر فيه بعقلك وبعلمك. طب انا ما سمعتش رايك. ايوه قول لنا. انا رايي ان الشيطان موجود معانا من اول ما ربنا خلق الكون، هيفضل موجود لحد يوم القيامة. يبقى مش هيحصل أي حاجة يعني، لو مش هيحصل أي تغيير لو حد مننا قابله. سيبكوا بقى من الحكاية دي وخلونا في الأمن. تنفيذ الوصية. أنا شايف إن وعدنا هنا المدة اللي جاية دي فرصة، فرصة كويسة بالنسبة لنا. يعني نحاول نرجع قوة إيماننا بتاع زمان. سيبوك من حكاية الغريب، فكروا في ربنا. ناكل بقى، انتوا ما جرتوش؟ يلا كله. بقول لكم ايه، كلوا انتوا، انا هخش اريح شويه بعد التعب ده كله. خدني معاك يا حسان، انا يا دوبك اغسل وشي واخش انام قتيل. براحتكم. بالتالي البنت ساعنا يعني، ثلاث اوض اوضه الشيخ، سيبونا انا اوضه الشيخ. لا من ناحيه الاوض اطمن، دي زي ما تكون متقسمه علينا. خلاص يبقى كل واحد يخش في اي اوضه والسلام. يلا تصبح على خير. وانتوا من اهله. عايزين؟ وحشتني، قلت اجي اشوفك. انا مش عايز اشوفك. اخص عليك يا راجل، انت هو من ستني ده احنا عشره عمر.
عمره ضاع ومش هيرجع. كل شيء ممكن يرجع. انت عايز ايه؟ انا عايزهم. مالكش دعوه بيه، مش شغلك. انا اللي هقف لك. امسحك. مش هتقدر. اللي كان واقف بيني وبينك راح خلاص. من النهارده انا اللي هقف لك. انت؟ ماشي. بالاذن يا دكتور. انتوا اهل الله اللي هنا، انتوا اهل هو، ما حد يعبرنا اخواننا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك. والبعيد يطلع مين؟ انا ولا اقول لك؟ ما يهمنيش، ولا انا هتجوزك. انت شكلك اتعلمت على ايد الشيخ، هو دايما كان يقول كده من حسن اسلام المرء. قصدك الشيخ المعتوه اللي كان هنا؟ هو راح فين ده راخ؟ انت ايه يا جدع انت؟ اتحسن من لفظك يا اخي. انا لم لساني يا الماما يا دول، انتوا جوز ثم انت مالك يا انت؟ هو ايه؟ ايه يا جدع انت؟ انت ما عندكش دم؟ قال الراجل لحد بيته واقف على ارضه مش قادر تحترمه يا اخي. الله 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 الله، انت فاكر نفسك بقى هتهتني بالشويتين بتوعك دول ولا ايه؟ لا اصحى فوق، ده انا البرنجي في توه القلعه والجماليه وتحت الرابع وشق التعبان وحته عمر ما اهلك واستاجروا خشوا فيها برحمك انت وهو. فين الشيخ المعتوه اللي هنا؟ ايه يا جماعه في ايه؟ يا دكتور في ايه الزعيق ده؟ ايه اللي بيحصل؟ الله، وانت بقى في توه بتاعهم؟ لا يجي منك يا واد بس بعد 20 سنة. الله الله الله، انت بتلبخ ده ليه يا بني ادم انت؟ انت عايز تتخانق وخلاص؟ اتخانق معاكوا انتوا ليه؟ قالوا لك عليا عجزت وبتشطر على الولاية. ده انت باين عليك عايز تتربى بقى. نزل ايدك لا تعالك يلا. سيد تعالى يا اخي تعالى. ايه؟ امسك نفسك يا اخي. انا برضو اللي امسك نفسي. طيب معلش يا حضر، بس انت برضو دخلت فينا شمال يعني، اعذرنا. وانت لا مؤاخذه بقى تبقى مين؟ تلاقيك ابنه، ابن الشيخ المعتوه اللي هنا. لا يا حضرتك، لا انا ابنه ولا الشيخ كان معتوه، احنا تلامذته. مجازيب يعني؟ مجازيب سميها زي ما تسميها، المهم انت عايز ايه؟ انا جيت حسب الاتفاق. اتفاق؟ اتفاق ايه؟ الله، هو ما قالكمش؟ ما قالكمش على البرنجي؟ لا الحقيقه ما قالناش، لكن قال لنا ان في ناس هتيجي، اكيد انت واحد منهم. حلو، يبقى اكيد بقى انتم مجهزين الامانه. طبعا. اتفضل. ايه دول؟ 50 جنيه. اصله مع الاسف يعني. بلا اسف بلا قرف، خد ياخد عدوينك اخويا. ايه عايز اكتر؟ 100 كويس؟ 100 ايه يا حضره؟ ده كلام برضو، وانا اللي ابتديت احترمك، اخص عليك راجل ناقص. جراغر انت، يعني شحات وبتتأمر كمان. قسما باللي رفع السما في 6 ايام، لولا ان اديت كلمة للراجل المعتوه بتاعكم لكان زمان المطوة دي رشقة في نين عينيك. وعد ايه يا اخ؟ ده مؤاخذة يعني، احنا ما نعرفش. شوف يا اخ، فتوى عدم المؤاخذة يعني تعيش ولا اجدعها ملك، وطوب الارض يتخانق عشان يشيل مداسك. بلطجي يعني. وكان يومات يروح على ايدي ولا 3 4 ارواح. يروحوا فين؟ يروحوا يروحوا، يروحوا عند اللي خلقهم. وايه علاقه ده بالشيخ؟ ابدا يا سيدي، واد من صبيانه طقت في دماغه انه يقف قصادي. الشهاده لله الواد كانت روحه حلوه، كان عظمه ناشفه، كان راجل بجد. بس فجاه انا بكيل للواد بين ايديا، عينه لقيتها بتغرس في صدري ولا اجدعها مطوى قرن غزال. الخلاصه سبت الواد وقلت اروح اشوف المعلم بتاعه، قصدي الشيخ بتاعكم. وقابلته؟ قابلته، وقال لي كلام كتير قوي، واتفقنا كل واحد مننا ادى التاني كلمة. انا وعدته ان مفيش نقطة دم واحدة راح تنزل على ايدي بعد النهاردة، ووفيت بوعدي. ناقص هو بقى يوفي بوعده. هو وعدك بايه؟ وعدني بانه هيعوضني عن اللي باخده من اهل الحارة شهريا. كام يعني؟ 5 بواكي. كام؟ 5000 جنيه. ومالكوا عين امكوا اتخضيتوا كده ليه؟ طب وحياتك عندي، انا كان بيطلع لي شهريا ولا 19000 جنيه، لكن عشان خاطر الشيخ بتاعكم قلت يا تعالى نفسك شويه. قلتوا ايه؟
بص يا استاذ، انت لازم تفهم ان الشيخ يعني على وعده. الشيخ على وعده، واحنا هنوفي بوعده ده. اصل الشيخ مش موجود. مش موجود يعني ايه؟ يعني كلها اسبوعين وتيجي تلاقي مبلغك جاهز ان شاء الله. ماشي، هما اسبوعين بالتمام والكمال، 14 يوم اجي الاقيكم مجهزين المبلغ. ماذا والا؟ ربنا هو المستعان، ربنا هو المستعان. اذا كان كده يبقى بالاذن. انما لا مؤاخذه يعني، ما قلتليش انتوا بتعملوا كده ليه؟ اصل احنا صبيانه. لا والله عرف يا ربي بصحيح. امال الواد طربقه ابني طالع شيطان لمين؟ اكيد لامه. اللي انت عملته ده ابراهيم كان لازم تقول له ان الشيخ مات. لو كنا قلنا له كان اللي عمله الشيخ كله تهد. بدل ما يتعلق بامل مش هيتحقق. مين قال لك انه مش هيتحقق؟ نعم، يعني احنا هنجيب له 5000 جنيه؟ طبعا. نجيبهم منين يا ابراهيم؟ ما انت عارف ان كلنا على باب الله، وبعدين ده حتى الشيخ مش سايب حاجه نتصرف له منها. لازم نتصرف، واللي يرجع للطريق اللي هو فيه. طب وانت ايه اللي مخليك يعني مصدقه؟ ما يمكن يكون نصاب او حرامي او شيطان. ايه بس كده يا جماعه؟ لزوم ايه الكلام ده؟ ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ وعايز ايه؟ ايه اللي جابني هنا؟ ويا حبايبي، يعني انا ورايا غيركم؟ اصل الشيخ بتاعكم كان موصيني عليكم قبل ما يموت. قال لي يا عزازيل يا ابني، اصل هو كان يحبني قوي. احنا بقى عشره بقالنا اكتر من 60 سنه وانا جاره. 60 سنه؟ قال لي ولادي حبايبي خلي بالك منهم، ما تسيبهمش في مكان زي ده لوحدهم، يعرضوا نفسهم لواحد خطر زي البرنجي ولا ايه. ده انت عرفت كمان ان البرنجي؟ موضوع البرنجي خلاص خلص. انا داخل ارتاح جوه. وانا كمان عندي صداع ولازم اكمل نوم. اه معاك حق، انا برضو شايف ان الوقفه هنا ملهاش اي لازمه. انت مين؟ قلت لك عزازيل. قول ورايا، عزازيل عزازيل عزازيل. قولها 10 مرات. عزازيل. زز زز زز. وصل اسم عزازيل إلى المسلمين من اليهود، وتوجد هذه الكلمة في التوراة العبرية صفر اللاويين، وفي زرادشتية من كتاب عنوانه بندهشينا أي الخليقة. ورد في قصص الأنبياء خلق الله عزازيل، فعبد عزازيل الله تعالى 1000 سنة في سجن، ثم طلع إلى الأرض فكان يعبد الله تعالى في كل طبقة 1000 سنة إلى أن طلع على الأرض الدنيا. في كتاب مكشفة القلوب للإمام الغزالي رحمه الله ما نصه وروي أن اسمه في السماء الدنيا العابد، وفي الثانية الزاهد، وفي الثالثة العارف، وفي الرابعة الولي، وفي الخامسة التقي، وفي السادسة الخازن، وفي السابعة عزازيل، وفي اللوح المحفوظ إبليس. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ده هو. أعوذ بالله، أعوذ بالله. يا إبراهيم، يا إبراهيم، إبراهيم! 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 إنت عايز مني إيه؟ أنا إبليس. عزازيل كان اسمي قبل اللعنة. طب إنت ليه ما تتوبش؟ أتوب؟ أتوب لمين؟ لا 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 لا، مش ممكن. أنا عارف إن أنا مش ممكن أتوب مهما عملت.
طب ليه ما تحاولش؟ ما حاولش لان احنا معشر الجن والشياطين، توبتنا مختلفة عنكم انتوا معشر بني ادم. ازاي؟ اصل انا بيني وبين ربنا وعد ليوم القيامة، وهو ده طريق الوحيد للنجاة. وعد؟ وعد ايه؟ لما ربنا خلق آدم أنا قلت لربنا إن ولاد آدم كلهم عصاة وكلهم هيخالفوا أوامر ربنا، فربنا اداني مهلة لحد يوم القيامة علشان أثبت صحة كلامي، وطريقي الوحيد للنجاة ودليل براءتي الوحيد إن واحد من ولاد آدم يعصى بجد. يعصى بجد؟ يعصى بجد بجد من غير تحريض مني ولا من أولادي. يعصى ربنا؟ لما واحد يبقى مطلوب فطار بيروح بكفن وبين دراعاته، هو مش قاصد يموت، هو قاصد يثبت حق غريمه في الانتقام. وأنا أملي في الإنسان ده إنسان بمنتهى الشجاعة يشيل خطيئته على أيديه زي الكفن. ساعتها أنا هروح بالخطيئة دي لله رب العالمين وأسجد تحت عرشه علشان يعفو عني. ساعتها ممكن يا عمر يبقى فيه أمل، لأن ابن آدم مش أحسن أبدا من ابن إبليس، كلهم عصاة، ويبقى زي ما تاب على آدم يتوب على إبليس. فهمت؟ طب إذا كان كده ليه الشيخ ما حاولش يضحي عشان أنت تتوب؟ كان كل ما يحاول يكذب حاجة جواه تقاوم، كل ما يحاول يغش كانت حاجة جواه بترفض. الشر المجرد كان مستخبي جواه معرفش يطلعه. حاجة وحيدة بس اللي فلح فيها. هي ايه؟ المخدرات. مخدرات؟ ما تتخضش كده، المخدرات لا هي سرقة ولا قتل ولا زنا، هي الحاجة الوحيدة اللي فلح فيها. ومع ذلك للأسف ملحقش يقوم بالمهمة، يمكن علشان كده هو وكلها ليكم. وكلها لينا؟ عمر انت انقى انسان قابلته في حياتي، علشان كده انا عاوز اهديك هديه. هديه؟ انت يا عمر امن من وسوسه الشيطان، انت يا عمر امن من مكري، واللي انا قلته لك ده هيفضل دايما سر بيني وبينك. عمر قوم يا ابني، قوم يا عمر، انت مالك نومك بقى تقيل كده ليه؟ قوم عمر. زي ما تبقيت خطيئة. ايه انت بتفلت تقول ايه؟ عمر اصحى يا عمر. عمر يلا حسان، صح اللي عندك ده لحسن الاكل هيبرد. اديني بصحيه اهو جايين وراك حالا. يا عمر اصحى يا ابني. ايه يا ابني مالك؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ جابك هنا؟ امال انت عايز تبقى فين بالظبط؟ انت كنت بتحلم بايه بالظبط يا ابو الاعمار؟ كنت بحلم حلم فظيع. طب كويس كويس بقى حبيبي انها جت سليمه. يلا يلا قوم بقى خلينا ناكل. قوم. حلم فظيع. أنا قلتهولك ده هيفضل دايما سر بيني وبينك. يا حسان ابعد مطوتك دي عني بقى. ايه خايف اقطع عليك حساباتك اللي انت غرقان فيها من يوم ما وصلنا هنا؟ اهو الدكتور ابراهيم وصل هناك اهو على اول الجزيرة. طب كويس،
على الله بس لان حل مشكله البرنجي اللي انا مش طايق اسمع اسمه ده. عندك حق والله حسان، الجدع ده البعد عنه غنيمه. لعلمكم بقى انا كان ممكن قوي امسكه اعجنه وارجع ايام زمان، لولاش بس اللي حشني عنه حاجه واحده بس. انك تبت؟ لا، اني شفت في نفسي اول ما قابلت الشيخ، كنت بتغابه كده ومش فاهم اي حاجه. فاكر عمر اول مره قابلتك فيها على اول الجزيره؟ كنت هطبق في زماره رقبتك، فاكر؟ عمر، عمر اصحى. ايه مالك سرحان في ايه؟ لا مفيش. قول لي حسان، انت عمرك ارتكبت معصيه كده من نفسك؟ ايه يعني؟ ايه من نفسي يعني؟ يعني من نفسك، يعني ارتكبت معصيه عشان انت عايز ترتكبها بمزاجك. لا انا مش فاهم اي حاجه من اللي انت بتقولها دي. سالم، انت فاهم اي حاجه؟ قصدك ايه؟ قصدك يعني ان انا ابقى عارف انها معصيه واسعى لها بنفسي عشان اعصي ربنا بس، مش عشان حاجه تاني؟ يعني تقريبا. لا 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 لا، ما اعتقدش ان في بني ادم عمل كده بالظبط. غريبه. طب وانت بتسال السؤال ده ليه بقى؟ لا يعني انا بس يعني كنت بفكر بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اه يا ابراهيم طمني، اتصرفت في المبلغ؟ للاسف ما عرفتش. بس يا اخي حصلت حاجه غريبه قوي. صحاب اللي ممكن يسلفوني حاجه من الاثنين، يا اما مش موجودين يا اما حصلت لهم ظروف طارئه ومش هيقدروا يسلفوني. غريبه دي. طب وبعدين يا جماعه والحل؟ ربنا هيفرجها ان شاء الله. في واحد صاحبي قال لي انه ممكن يدبق لي المبلغ ده في خلال اسبوع، بس صاحبي ده بالذات انا ما كنتش احب استلف منه. ما ده لو ساب له فرصه بقى. هو مين؟ هيكون مين يعني؟ الشيطان، شيطان الانس والجن. الشيطان يا جماعه، مش كده، مش كل حاجه تحصل لنا نقول الشيطان ده مش اله، ده مخلوق زيه زينا. مش كل حاجه تحصل لنا ونقول الشيطان. وبعدين اللي انا اعرفه بقى ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيصرف الامور. مش عايز اسمع الكلمه دي تاني. برافو يا اخي، انت بتقول كلام لولاس، بس مفيش ود بيني وبينك انا كنت شغلتك معايا. انت ايه اللي جابك هنا؟ عايز ايه؟ ليه كده؟ ليه المقابله الوحشه دي؟ طب انا جاي عشان افك زنقتكم اللي انتوا زنقتوا نفسكم فيها. تقابلني المقابله الوحشه دي؟ مالكش دعوه. في يا ابراهيم، ما تشوفه كده، ما يمكن يساعدنا. برينج ده راجل عايش حياته تمام، ما عندوش اي مشاكل، ظبط اموره 24 قراط، بيكسب اكل عيشه من قوته وفتوانته. ايه فيها؟ ايه دي؟ قصدك يعني اكل عيشه من دم الناس؟ طب ايه لما الحنوتي بيكسب اكل عيشه من دم الناس، لازم الناس تموت عشان الحنوتي يشتغل، مش كده ولا ايه؟ ايه الحنوتي ما يشتغلش يعني؟ ايوه بس الحنوتي مش بيموته. يا راجل الاعمار دي مش بايدينا احنا، الاعمار دي بايد اللي خلقها. ايوه يعني ما هو حسان مالكش دعوه بيه، خلينا احنا في مشكلتنا. ايوه بس هنتكلم في مشكلتنا وهو قاعد. اعمل نفسك مش واخد بالك. كلموا يا جماعه، كلموا، قولوا كل اللي انتوا عاوزينه، اعتبروني مش موجود. كنا بنتكلم دلوقتي في مشكله البرنجي، دلوقتي املنا في ربنا سبحانه وتعالى وفي صاحبي اللي هجيب لي الفلوس بعد اسبوع. يعني مفيش حل تاني؟ بصراحه بقى انا الموضوع ده مش داخل نافوخي من اساسه. ليه يا حسان؟ ما من الصح اننا نخليه يبطل الاجرام بالفلوس، الموضوع ده لازم يجي من جواه. بعدين مش اي حد هيجي لنا نديله فلوس عشان يتوب. ومين قال لك ان انا بدي له الفلوس عشان يتوب؟ انا بدي له الفلوس عشان ده وعد الشيخ. ما هو اللي وعده مات بقى. حسان جرالك ايه؟ اخس عليكم يا جماعه. عيب انتوا اخوات، عيب انكم تتخانقوا. انت مالك يا اخي؟ انت مالك؟ ثم احنا مش بنتخانق. احنا كلنا في الاخر ايد واحده وقلب واحد. صحيح. الكلام ده صحيح يا سالم؟ طبعا. انتوا فعلا كلكم ايد واحده؟ طبعا. يعني انت صعبان عليك ان ابراهيم يقعد يلف طول النهار علشان يدبر مبلغ ال 5000 جنيه؟ طبعا. اخي غريبه يا اخي. طب وهو ايه الغريب في كده؟ امال ال 15000 جنيه اللي في الاوضه جوه دول لازمتهم ايه اذا ما كانوش يحلوا ازمه زي دي؟ ايه؟ 15000 جنيه؟ ايه؟
انت ما قلتلهمش يا سالم؟ غريب قوي يا اخي، امال ازاي بقى بتقول ان انتوا قلب واحد وايد واحده؟ 15000 جنيه جوه في الاوضه وسايب الدكتور ابراهيم بقاله 3 ايام بيلف على رجله. يا اخي ادهم له ان شاء الله حتى على سبيل السلف، يبقى ردهم لك، ادفع لك 1000 جنيه مقدم، 4000 جنيه على 6 شهور بفايده 10%. كفايه بقى كفايه ابراهيم، اقسم لك بالله ان الفلوس دي فلوس شغل، وانا نفسي كنت خلاص يا سالم خلاص، انت صح. صح؟ اه طبعا، هو مش الانسان بيتصدق باللي يفيد عنه؟ وانت بقى شوف حد تاني العب عليه لعبتك دي. ها خلي فلوسك معاك يا سالم، ما تخافش ربنا هيفرجها ان شاء الله. مش هتلحقوا يا دكتورة، صدقني مش هتلحقوا، لسه المشوار مع بعض طويل. بالاذن. باي باي. باي باي يا جيران الهنا. ابراهيم انا ما تقولش حاجه يا سالم، ما تقولش حاجه، احنا مش هنعرف بعض النهارده. انا ساعات الناس بتتغير يا دكتور. صحيح كلنا بنتغير، بس المهم الاساس، ما دام الاساس ثابت خلاص، والاساس ده ما بيتغيرش بين يوم وليله كده يعني. ولا انت نسيته؟ نسيت مين اللي اداك تمن المخرطه اللي شغلت بيها ورشتك؟ مش برضه كان سالم؟ ما انا رجعت له بعدها بشهر. ومين دخل مولانا المستشفى اول ما تعب؟ مش برضه سالم؟ كان دايما الشيخ يدعي له بالرزق والبركه. معقوله؟ معقوله يتغير كده في يوم وليله؟ ومش هو اللي اتلغى عن الشيخ في الاسبوع بتاعه عشان الصفقه لحد ما الشيخ سالم؟ مش غلطان، مش غلطان، الامر بيد الله سبحانه وتعالى. بعدين يا جماعة أنا مش عايز الشيطان يتغلب علينا ويزرع الشك جوانا، مش عايزه ينتصر علينا، أنتوا فاهمين؟ انتوا أهلالا اللي هنا، انتوا الرجل اللي جوه. وده إيه اللي جابه دلوقتي؟ هو مش معاده كمان أسبوع؟ يمكن جاي يتنازع عن الفلوس. حد يرد عليا؟ إيه كله اتخلص ولا إيه؟ هديتوا حيل، الله يهدي حيلكم. إيه يا أخ برينجو؟ مالك في إيه؟ إيه مزعبب قوي يعني؟ مزعبب؟ لو حاتك مش لواية لماما وهم اللي هطلعوا زعبيبي. لا 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 لا، فيها يا جرع، انت ما تلم نفسك، اخرس قطعي لسانك. بس هي غلطتي من الاول، انا كان لازم اتهويك ومطرح ما انتوا واقفين كده. ليه بس يا باشمهندس؟ واحنا مش اتفقنا هنجيب لك الفلوس كمان اسبوعين وانت وافقت؟ اه عشان كنت فاهم نفسي بتفق مع رجالة، مش لو اخذ شوية نسوان. شوف يا سيدنا الافندي، مفيش حد في الدنيا دي كلها استجرى يضحك على البرنجي. انا بلا مؤاخذه كده عايز فلوسي. انت مش لسه فاضلك اسبوع؟ بس الكلام ده قبل ما اعرف ان الشيخ بتاعك اتاكل على الله. ايه ده انت عرفت؟ اه انا النص عيني عرفت، ولا انتوا كنتوا فاكرين انام على وداني؟ جالي الاستاذ جاركو من يمين كام يوم وقال لي ان الشيخ بتاعك اتاكل، وان في ناس جت هنا وانتوا ابكتوهم. ملعون. انا ما عنديش استعداد بقى استنى لحد ما اجي لكم بعد كده الاقي الدنيا بقت هو هو وكله بح بح. شوف يا اخ برنجي، الشيخ قبل ما يموت الله يرحمه وصلنا ان احنا نقعد هنا علشان نقابل الناس اللي بيقولوا، لكن بصراحه يعني ما كلمناش على الموضوع بتاعك. ثم المبلغ اللي انت طالبه مبلغ كبير قوي، عشان كده طلبنا مهله وانت وافقت. وانا لما اخذ بقى ايه اللي يضمن لي؟ تحب اكتب لك ورقه؟ اه اكتب. امسك. انت هتعمل ايه يا ابراهيم؟ اكتب له ورقه. ايوه طب وليه تلزم نفسك بحاجه زي كده؟ انا ملزم بيها من ساعه ما اديته كلمتي، وانتوا كلكم هتمضوا عليها. كلنا؟ ايوه كلكم. بس يعني يا ابراهيم افهمني، عشان انا يعني انا مرتبط بكلمتي مع الشيخ، اللي مش عاجبه ما يمضيش.
اتفضل. ماشي كده بقى، انا استناكوا اليومين دول بس. تلاتة بالله العلي العظيم. خلاص خلاص يا اخ برنجي، انت مش خدت الورقه؟ اه خدتها، بس عدم المؤاخذه في حاجه بقى انا مش فاهمها. اما الشيخ بتاعكم اتكل على الله ومات، ما تدعي الدنيا على اللي فيها. ايه اللي دخلكم انتوا في المتاهات دي؟ العهد. اه يعني انتوا واخدين العهد على الشيخ؟ عهد مع ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا وخلق الشيخ. مش فاهم. شوف يا اخ برنجي، شوف انت بتجري ورا الفلوس ومحموق عليها ازاي. احنا كمان بنجري بس مش ورا الفلوس، ورا رضا ربنا سبحانه وتعالى. لان لو في يوم من الايام بصينا بنظرة غضب الدنيا هتسود في عينينا. هو ربنا لا مؤاخذة بيبص لكم ازاي يعني؟ زي ما بيبص لك وبيبص للخلق كلها. بيبص لنا وعارفك بالاسم ومستنيك. يعرفنا انا؟ بس عايزك تجري ناحيته، مش عشان الفلوس، لا عشان رضاه. وبعدين ربنا هو اللي بيرزقني وبيرزقك، مش الرزق اللي انت بتاخده من الناس الغلابة في القلعة والجمالية وشق التعبان. يا راجل انت ربنا هو الرزاق. يعني ربنا كان شايفني وانا بسرق البت خوخة؟ يا نهار اسود، ومنال دي كانت لسه راجعة من الحجاز، وامحاوي ووسى وعبد الاحد وعبد البديع. وبعدين وبعدين ايه؟ هتستسلم لإيه؟ ليه؟ انت عارف كويس، مش محتاج اقولك. قصدك قصدي البلطجي ده اللي فاهم نفسه حاجة وصغرك قدام الدنيا كلها وعايز يستلم تمن توبته. صحيح، ده غير انه بيتعمد يهينك انت كل مرة وبيستغل ايمانك وتقواك. لازم يتوقف عند حد بالايمان وبقوة ويقين وبحزن. أقدر جرى إيه يا بلدوزر؟ نسيت أيام زمان ولا هو قدر يخوفك؟ يخوفني؟ ما عاش ولا اتخلق لسه، ولا تكون ضربته لسه وجعاك ياخد زيها 10 ولو رد عليك 20 أسففه التراب، ولو سففهولك يندبح مطرح ما هو واقف. يندبح بس والدنيا تخلص من شروره. لكن تبقى كسبت ثواب كل اللي بيذلهم وبيستغلهم من غير فلوس ولا دياوله. واللي تعرف ديته اقتله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الشيخ موجود؟ أصله كان موعدني في حتة الصوفة فرنجة. أيوه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. النضارة يا مولانا. نضارة؟ ليه؟ نضارة الشمس، أنت نسيت ولا إيه يا مولانا؟ شكلك كده طقم أسنان مش كده؟ يا ريت يا ابني، بس إذا كان موعدني بعروسة. مساء الخير. مساء النور. الاستاذ سالم موجود؟ اه موجود يا فندم. نقول له مين؟ بهجت صبري. اتفضل يا استاذ بهجت. شكرا. بهجت اهلا 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 اهلا. انت ايه اللي جابك؟ ايه؟ اقصد يعني انت عرفت مكاني منين؟ اصلا هو انت يا استاذ سالم عندك شك في قدراتي يعني ولا ايه؟ الاستاذ بهجت يا جماعه المستشار الامين لكل عمليات التجاريه.
لا لا ما تقولش كده، حضرتك اللي أستاذ. طيب انا استأذنكم بس نتكلم كلمتين كده لحد ما انتوا تجهزوا الغدا. خلاص يا بهجت، يلا يا جماعه. بعد اذنكم بعد اذنكم. وفي انا مش فاهم حاجه ابدا. عايز تفهم ايه؟ صاحبه وبينهم بعض شغل، عرف مكانه جاله هنا، فيها ايه دي؟ ايوه بس انتوا ما شفتوش سالم كان عامل ازاي اول ما شافه؟ ده زي ما يكون عامل عامله. تفتكر ممكن يستلف من صاحبه المبلغ ده؟ يستلفه؟ ده انت باين عليك طيب قوي. ده بيقول لك كان في الاوضه عنده 15000 جنيه وما طلعهمش، يبقى استلفه ليه وازاي وعشان ايه؟ ايه يا حسان؟ ايه؟ مالك؟ بقيت عنيف قوي كده ليه؟ في ايه؟ ما في حاجات كده يا دكتور ما تتاخدش غير بالعافيه. بالاذن. استغفر الله العظيم. ايه يا بهجت؟ ايه اللي جابك؟ ما كانش فيه داعي ابدا تيجي لحد هنا. ما كانش عندي حل تاني، حضرتك التليفون بتاعك على طول بره الخدمه، المنطقه ما فيهاش شبكه وانا كان لازم اوصلك. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ال 15000 جنيه اللي معاك. ما بقوش 15 يا سيدي، بقوا 10 بس. ايه؟ يعني محتاج الخمسه كده في حاجه. وهي الخمسه دي ما تستناش شويه يعني؟ ليه؟ اسمع يا سيدي، قدامي حته ارض لقطه 1000 متر، المتر فيها عامل 400 جنيه. كلها على بعضها كده 400000، ندفع ال 15000 جنيه مقدم حجز والباقي عند التسجيل 25000 جنيه، وصلناهم ل 40000، يبقى احنا كده دفعنا 10% من قيمه الارض. الباقي بقى يا سيدي. استنى، ايه الارض دي؟ كلمني عنها. الارض دي طالعه كرتون مباني الشهر الجاي، يعني سعرها هيضرب علوي قوي. المتر هناك هيوصل ل 1200 جنيه، يعني 100% مكسب. ياه ياه. ها هتدفع ال 15000 جنيه. ايوه بس يعني ما بسش ولا حاجه يا استاذ سالم. الارض دي بعد ما ندفع كمان ممكن نسقعها. طب وبعدين؟ وال 5000 جنيه اللي محتاجهم ابراهيم عشان يديهم للجدع اللي اسمه البرنج ده، اقول له ايه؟ بتفكر في ايه؟ موضوعك مع ابراهيم خلص خلاص. ايوه بس يعني عهد الشيخ. طب بتراعي الشيخ ولا بتراعي ربنا؟ ما هو ربنا يعني عالم بحالك، عارف ظروفك وبعت لك رزق لحد عندك ترفضه؟ ده اللي يعوز البيت يحرم على الجميع. ها قلت ايه يا استاذ سالم؟ اشتري يا بركه. ابراهيم 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 إيه؟ الحق ابراهيم الحق الحق ابراهيم. بص بص يا ابراهيم، بص لقيت ايه جوه الاوضه؟ ايه ايه ده؟ في بودره. بودره يا ابراهيم، مخدرات. مخدرات؟ حسان من فضلك اهدى شويه، خلينا نعرف نفكر. اهدى اهدى ازاي؟ اهدى ازاي؟ هو جنابك مش شايف اللي قدامك؟ ما هو قلقك ده هيوصلنا لايه؟ ما تهدى شويه خلينا نشوف المخدرات دي ايه؟ مش عارف مش عارف، انا دماغي هتنفجر. طب انت بتفكر في ايه؟ ما تخلونا نفكر مع بعض يا جماعه، خلونا نفكر بصوت عالي، ولا هو كل واحد فينا يعني هيفضل يفكر بينه وبين نفسه؟ مجاز يا جماعه حد يكون حطاها هنا باي شكل. حد مين ده اللي يدخل بيت الشيخ ويدخل جوه الاوضه ويحط المخدرات تحت السرير؟ طب ما يمكن يا جماعه يكون حد من اللي كانوا بيباتوا عند الشيخ جه وحطها. يا سلام، ومن غير ما يقول الشيخ كده. بس خلاص يا جماعه يكونش. لا بقول لكم ايه، انا فارفش اهيس اهنبك يعني احيانا، لكن اتسطل ابدا. انا عندي عيال صيع لازم اربيها. انت كده انت بتطلع لنا منين؟ ده اخر واحد احب اشوفه هنا دلوقتي. اخبارك ايه يا حسان؟ لسه جنبك بيوجعك من وقعه امبارح؟ ايه تعرفت منين يا راجل؟ ده البرنج سياح لك في مصر كلها، قال انه ولعك مالته خلاك تلف حوالين القلعه وتقول انا مرة. صح؟ اه يا ابن. استنى يا حسان، انت ايه علاقتك بالكيس ده؟ بصوا يا شباب، انا عايز اقول لكم على حاجه. الكيس ده لقيتوه جوه اوضه نوم الشيخ، يبقى الاقرب للعقل ان الكيس ده بتاع الشيخ. اخرس، اعوذ بالله منك ومن كلامك ومن قرفك يا اخي. عيب يا ابراهيم عيب، احنا عشره قديمه عيب. طب وايه اللي يخلي الشيخ يجيب مخدرات عنده في البيت؟ ها علشان يظبط دماغه يا اخي.
علشان يقول لكم كلمتين حلوين يهديكوا بيها كان لازم يظبط دماغه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ابراهيم المخدرات ما فيهاش حاجه يا جماعه. مخدرات ما هي مش خمره، مفيش اي مشكله. المهم بس الواحد ما يتقلش علشان ما يكفيش على وشه وتحصل مشكله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. امال انتوا كنتوا فاكرين بيجيب الفلوس دي كلها منين؟ كان بيصرف عليكم منين؟ مش كل شويه كنتوا بتروحوا له تاكلوا وتشربوا وتمشوا، وبعد ما تمشوا تيجي ناس تانية تاكل وتشرب وتمشي؟ هو لا شغله ولا مشغله؟ هجيب المصاريف البشريه دي كلها منين؟ الراجل معذور اشتغلش. ضروره لها احكام يا شباب، ضروره لها احكام. يعني كان هيضرب الارض تطلع ذهب؟ اعوذ بالله منك يا اخي، اعوذ بالله منك. المسكين حاول لكن ما قدرش، حاول وما قدرش. يا عمر حاول يرتكب الجرم الخالص الذنب الخالص لكن ما قدرش. القدر ما أمهلوش. يا ترى مين بقى يا عمر اللي هيكمل الرسالة من بعده؟ امشي من هنا، امشي من هنا. عيب يا إبراهيم، عيب. أنا ماشي يا شباب، ما تنسوش فيلتي هنا أول الجزيرة، إذا احتجتوني تعال. أولفوار. مش ممكن، الكائن ده لازم نتخلص منه فورا. أعوذ بالله منه، بس ده نعمل له إيه ده يعني؟ ده تسيبوني عليه بقى وأنا أتصرف معاه. حسان بلاش تخريف، خلينا في اللي احنا فيه. تخريف؟ جراب رهيم، انت اول مره تكلمني كده. عشان بتتكلم بعصبيه وبحذرك ما تتعرضلوش. تحذرني بصفتك ايه بقى؟ بصفتك الكبير هنا، ولازم حد يحسم الامر. ومين بقى اللي عينك علينا؟ حد فيكم يا جماعه سمع الشيخ بيتكلم في حاجه زي كده؟ حسان اهدى شويه، ما يصحش كده. هو يعني صح انه يتحكم في خلق الله؟ حسان احنا كلنا عارفين ان ابراهيم كان اقرب واحد للشيخ. هو يعني عشان اقرب واحد للشيخ يقوم يتحكم فينا؟ ما مش معقول كده يا ابراهيم، مش معقول. يعني عملتها ساعه البرنجي وسكت لك يا اخي؟ ده حتى الشيخ ما كانش بيكلمني كده. ما تهدوا شويه يا اخوانا، في ايه؟ الله، ما تخلونا نكمل موضوعنا وخلينا نشوف هنعمل ايه في الهبابه دي. هنرجعها، هنرجعها مكانها. ايه؟ هنرجعها مكانها، ولما يعدي الشهر نرميها في اي حته. طب ولو البوليس كبس علينا ولا حاجه؟ بوليس؟ وايه اللي هجيب البوليس هنا؟ طب لو اللي حطاها جه عشان ياخدها؟ خلاص هنقابله ونعرف ايه اصل الحكايه ونحلها. طب لو جيب الليل ونط على البيت وخدها واحنا نايمين؟ يوه، نغير مكانها، حطوها عندي. لا، انت اوضتك اوضه الشيخ، والاوضه دي لا يمكن يخشها حاجه زي دي ابدا. طب خلاص خلاص خلاص، نحطها في اوضه سالم. طب ولو الضيف بتاعه ده جه هنا تاني هيبقى منظرنا ايه؟ خلاص يا جماعة، يبقى مفيش إلا أوضة عمر. إيه بس؟ مفيش مشكلة يا جماعة، مش عايزك تقلق يا دكتور. خلاص، حسان حطها في أوضة عمر. إيه يا جماعة أنتوا ما جعتوش؟ أنا ميت من الجوع. مين عليه الدور يجيب لنا غدا النهاردة؟ أنا، وليكوا عليا أجيب لكم حتة غدوة تحفة. طب استنى خدني معاك عشان عايز أشتري شوية حاجات. ما تأخروش. يعني بدل الكيس المهبب ده كناش لقينا قفص فراخ ولا شوال دقيق ولا حتى شوال بلح نبلهم؟ خايف تلاقي ايه تاني؟ أنا معدش بخاف منك. أنا عمري ما خوفتك، بالعكس أنا متعتك. متعتني؟ متهيألك كل اللي شفته منك سراب. دلوقتي بتقول كده؟ بعد ما وريتك يومين حلوين؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ عايز إيه بالظبط؟ تعبيط ولا إيه؟ عايز اللي أنا عاوزه من ساعة ما بدأ الخلق. مش معنى يعني التلاتة دول؟ ما الخلق ورا كتير. أولا ما تشيلش همي، أنا عندي رجالة في كل مكان شايفين شغلهم زي الفل،
وبعدين انا الاقي فرصه زي دي فين؟ شويه عصافير في قش وما لهمش جناحات، امهم ماتت، الحقهم بقى قبل ما يطيروا ويطلع لهم جناحات. الجناحات طلعت فعلا. طيب خلاص، انت ايه اللي مخوفك؟ مش عايز يحصل لهم زي ما حصل لي معاك. طيب انا عندي فكره، هعمل معاك اتفاق. اتفاق معاك انت؟ ايوه، ما هو كل حاجه في الدنيا بيع وشراء، حتى الشيطان بيمشي اموره كده، يديك الدنيا ياخد منك حياتك. ولا انت نسيت؟ طب بص اقول لك، ايه رايك اسيبهم وترجع لي؟ مستحيل. ليه مستحيل؟ في كتير قبلك رجعوا لي. قلت لك مستحيل. خلاص، خليك قاعد بقى تتفرج عليهم وهم بيروحوا من قدامك واحد ورا التاني، خصوصا عمر. عمر؟ عمر ده انا شايله للتقيله، اصلا انا بحب العيال الصغيرين جدا، بموت فيهم، بيحسسوني بشبابي. اخرج اخرج من هنا يا ديكس، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم كل ذنب العظيم. استغفر الله العظيم كل ذنب العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة، عايز اقترح عليكم اقتراح. اتفضل. يعني إذا كان وجودنا هنا عشان الناس اللي بيجوا، فمفيش داعي ابدا ان احنا نفضل كلنا موجودين، واحد بس كفايه. الله، طب انا قلت كده من الاول يا جماعه. انت قصدك يا دكتور؟ قصدي يعني ان انا ممكن اقعد، انا بشتغل شغل خاص، خدت اجازه من المستشفى، وبعدين عارف الناس اللي هنا، الناس اللي هنا عارفاني من ايام كنت باجي ازور الشيخ. اتفضلوا انتوا على اشغالكم. ايوه دكتور، بس انت قلت ان وجودنا هنا مهم، وانه تربيه لينا ولايماننا. التربيه ملهاش علاقه بالمكان، سواء هنا او في اي حته. والله يا جماعه انا شايف ان ابراهيم بيتكلم صح، احنا ايه اللي قعدنا كلنا؟ احنا ممكن نيجي خميس وجمعه. انا عن نفسي مش هقدر اسيب الدكتور لوحده، وبعدين انا ما عنديش حاجه، والدراسه هتبدا بعد شهرين. محدش هيمشي يا ابراهيم، دي مسؤوليه والشيخ مكلفنا بيها كلنا، ومحدش فينا يقدر يقوم بيها لوحده، خصوصا بقى مع شخصيات زي البرنجي ده. صحيح، نتوكل على الله كلنا، وهانت فات نص المده. طيب ربنا هو المستعان. نقوم بقى ننام عشان نصحى نصلي الفجر. يلا بينا. يلا دكتور، انت عايزنا نمشي ليه؟ لا ابدا، بس حسيت ان الجماعه يعني ممكن يكونوا زهقوا، ومش عايز المكان يرتبط في ذهنهم بحاجات وحشه. طب قصده ايه لما قال انكم معرفه قديمه؟ مين؟ عزازير. حاجات وحشة مش عايز احكيها. يا الدرجة دي يا دكتور؟ عزازيل معارف قديمة بينا كلنا. كل واحد مننا قبل التوبة كان صديقه المقرب، لحد ما نعرفه على حقيقته نفوق. ايوه بس كلامه معاك كان في حاجه خاصه بينكم، انت شفته قبل كده؟ شفته. شفته امتى؟ من حوالي 10 سنين، كنت بشتغل عند دكتور كبير، بالليل حوالي الساعه 2 وانا بقفل العياده،
الخير يا ابراهيم. مين؟ وعايز ايه؟ تعرف منين وجاي هنا ليه؟ انا مين مش مهم، جيت منين مش هتفهم، اعرفك ازاي ما تفرقش، لكن جاي عشان ايه هو ده المهم. يا استاذ ده عياده امراض نساء. ما انا عارف، انا معايا واحده عيانه تحت. العياده قفلت. يعني اسيبها تموت؟ هي مالها؟ بتولد. وديها مستشفى. مستشفى مش هينفع. ابن حرام. ابن حرام ولا ابن حلال مش مهم، المهم ان ده حته لحمه حمراء ملوش ذنب. يا استاذ احنا ما بنشتغلش في الكلام ده. ما انا عارف. طب ما انت عارف ايه اللي جابك هنا؟ علشان انا احب اقوم بالمهمات الصعبه. اتفضل اتفضل يا استاذ، انزل. لا قبل ما تموت انزل. يعني انت يعني يهمك اذا كانت تموت ولا تعيش؟ وانت ابوها؟ لا. والد الطفل اللي بطنها؟ لا. امال انت مين بالظبط؟ انا الراعي بتاعها، زي ما تقول السبونسر يعني. قواد يعني؟ مش مهم المسميات، المهم انت هتاخد كام وتعمل العمليه دي. لا 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 لا، ولا مال الدنيا كله، ولا اكتر من مال الدنيا، ولا ضعفه، ولا 10 اضعافه. انت ايه يا جدع؟ انت عايز ايه؟ عاوز اعرف انت سعرك كام؟ ما كل شيء وليه سعر. لا 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 لا، سعر ايه؟ في حاجات كتير قوي في الدنيا مالهاش سعر. كل شيء في الدنيا ليه سعر، هو قانون الدنيا كده. انا عاوز اعرف سعرك كام، عاوز تاخد كام في عمليه مش هتاخد منك اكتر من 45 دقيقه. 100,000 جنيه كويس؟ انا ما ببعش. 500,000 جنيه ما ببعش. مليون جنيه مصري كاش. قلت لك ما ببعش. 3 مليون جنيه مصري كاش موجودين في العربيه معايا. هو في ايه؟ عايز افهم. في بنت مين دي؟ بنت 60 كلب يا اخي. هما 5 مليون كاش وفي الشنطه. ايه ده؟ ايه ده؟ معلش انا اسف، الحقيقه دول فعلا 4 مليون جنيه، هيبقى لك مليون جنيه بعد ما تخلص العمليه. 5 مليون جنيه؟ 5 مليون جنيه في عمليه اجهاض واحده؟ تخيل بقى لو عملت عمليتين. لا 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 ارجوك، احنا اتفقنا على انها عمليه واحده بس. يعني انت لو جالك 5 مليون جنيه في كل عمليه وعملت لك عمليه ولا اثنين ولا ثلاثه، ايه المشكله؟ لا 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 لا، لو العمليه هي واحدة بس والمليون اللي فاضل يعني جيبهولي قبل ما مد ايدي في العملية. لا خلي عندك ضمير، انا ساكن في مصر الجديدة وانت عيادتك هنا في الدق، يعني اديني فرصة اروح واجي. وبعدين خلصني، البنت بتطلب بقالها 4 ساعات. 4 ساعات؟ حرام عليك كده تموت، هات فورا لبني ادم. لو انت اللي بني ادم مش انا. في مؤلف كتب جملة حلوة قوي قريتها له، بيقول لك ايه يا سيدي بقى؟ بعض الإغراء يصل إلى حد القهر. كان صعب تقاوم؟ القهر الحقيقي بقى إن بعد ما عملت العملية وفتحت الشنطة لقيت فيها 10,000 جنيه بس. 10,000 جنيه بس؟ شفت؟ أنت استغربت إن الشنطة فيها 10,000 جنيه بس، لكن ما استغربتش إن أنا عملت العملية. وهي دي اللعبة اللي بيلعبها عليا. بعد شوية جاني تاني وقال لي إنه هيجيب لي شنطة وفيها فلوس، بس بعد ما اعمل العملية التانية. العملية التانية؟ وجاني وجاب لي الشنطة وكان فيها فلوس. طبعا بقيت الخمسة مليون. الشنطة كان فيها 1500 جنيه. يا نهار اسود، 1500 جنيه؟ وبعدين جالي تاني وقال لي انه هيجيب لي بقية الفلوس بعد ما اعمل العملية التالتة. بقيت ايه؟ والله ما بقيت عارف. مش عارف. توهني ابن اللذينه ده، توهني فعلا. بعد شويه جاني تاني. حسابنا تقيل قوي. بالظبط عشان كده انا جاي لك النهارده. سمعتها منك قبل كده مليون مره. بس دي هتكون اخر مره. ايه؟ بتديني فلوسي؟ بس مش هتشوفني تاني ابدا. ايه؟ انت اتجننت؟ فين بقيت فلوسي؟ ارفع علي يا قضية. لا انا اقتلك بجد؟ تقدر؟ انت متعرفنيش ولا انت وحياتك. فين بقيت فلوسي؟ انا عندي ليك حاجة احسن بكتير من الفلوس. كفاية شبعت منك وعود. عندك حق، بس المرة دي بقى مش وعد، المرة دي
انا هنفذ لك كل اللي انت عايزه قبل ما اطلب منك اللي انا عايزه. ايه شفت بقى، في حاجه احسن من كده؟ في حد بيدفع قبل ما بيستلم؟ يدفع ايه ويستلم ايه؟ اطلب شوف انت عاوز ايه وانا احققه لك. ايه ده الجني بتاع مصباح علاء الدين والحاجات دي؟ قول بس شوف انت عاوز ايه. نفسي اروح مؤتمر اطباء النساء اللي في كندا. الو يس ريلي ثانك يو فيري ماتش. اوكي عاوز حاجه تاني؟ نفسي ابقى مدير المستشفى دي اللي انا فيها. وايه المانع؟ الدكتور مفيد صعب قوي انك تزيعه. الدكتور مفيد للاسف جات له ازمه قلبيه مفاجاه. خساره، كان راجل طيب. مات؟ لا ما ماتش، بس مش هيقدر يبقى مدير مستشفى بعد كده. ليه؟ اتصل يا اخي بمراته وانت تطمن عليها وانت تعرف. اتصل. الو مساء الخير، فين يا دكتور؟ الدكتور مفيد ماله؟ مستشفى ايه؟ قصر العيني. القصر العيني؟ من امتى ده؟ من نص ساعة. من نص ساعة؟ طيب. انت مين؟ ايه خفت؟ انت ساحر ولا جني ولا ولا ايه؟ هو بعيره. شفت بقى العظمه اللي انت فيها؟ انا بنفسي اجيلك لحد عندك وبرجليا. انت عايز مني وش معنى؟ انا عايزك تيجي معايا. فين؟ ما تخافش، على فكره انا واقف جنبك بقالي كتير، مش معقول دلوقتي بسهوله كده هضيعك. احنا فين؟ انتش عارف المكان ده؟ انت اكتر واحد مفروض تعرفه، ده باسمك يا راجل. باسمي؟ ايوه باسمك انت. اسأل اي حد. مدافن الرشيدي، الف مين يدلك؟ انا مش شايف اي مدافن. تحت الارض هنا في عدد 43 جثة. 43 جثة. طب انا مالي؟ عدد 43 ده ما بيفكركش بحاجة؟ لا، ده عدد العمليات اللي سيادتك عملتها. ايه؟ بعد كل عملية كنت بتدي الولد للتمرج بتاعك، والتمرج يديه لواحد حنوتي نتن، بدل ما يدفنه زي خلق الله كان بيجي يرميه في الخرابة هنا، واحد ورا واحد ورا واحد. ولاد الحرام كمان عرفوا المكان. كل اللي عنده ولا كل اللي عندها مصيبة كانت بتيجي عشان تتويها هنا. شفت؟ يعني انت صنعت أنجس مكان على وجه الأرض. انت جايبني هنا ليه؟ معجب بيك يا أخي، معجب بيك. أنا كتير كنت بشوف ناس بتبني جوامع وزوايا لوجه الله، كنت بحسدهم وبحقد عليهم. بس مخبيش عليك، في ناس كتير برضو بنولي حاجات مهمة، بس بصراحة أنا ما شفتش أنجس من هذا المكان.
تركيبة فريدة وعبقرية لأقذر الخطايا على وجه الأرض. تجسيد رائع لأقبح ما في الجنس البشري، الزنا والقتل وانتهاك حرمة الموت. انتهاك حرمة الموت يا راجل، يا راجل. الحيوانات بتدفن بعضها. أنا ما كنتش عارف الموضوع ده. ده أجمل ما في الموضوع. أنت كنت بتاخد العيل وترميه للتمرج بتاعك، التمرج بتاعك ياخده ويرميه للحانوت النتن، الحانوت النتن يرميه. عارف كان فيهم ولد اتولد ابن 6 شهور، انت والتمرجي والحانوت النتن بتاعك افتكرت ان هو مات، لكن قدرة ربك الولد كان لسه فيه نفس، عاش 5 دقايق ومات. يهمك تعرف؟ طبعا. انت بتحب يكون ايه؟ عايش يشهد على جريمتك، ولا مات يشهد على خطيئتك؟ هتفرق في ايه؟ لا هتفرق كتير. جريمتك هتتحاسب عليها في الدنيا، لكن خطيئتك هتحاسب عليها هناك في الآخرة. هو أنا لسه ليه آخرة؟ بالظبط كده، هو ده مربط الفرس. انت خسرت آخرتك بجدارة تحسد عليها، جدارة من قطعة النصير. تخسر بقى الاتنين ولا تكسب الدنيا؟ اكسبها ازاي واحنا هنا في المكان ده فوق انجس تب على وجه الارض؟ هتسكت لي وبكرة الصبح هتشوف، هتلاقي الدنيا كلها تحت رجليك. اسكت لك؟ بلاش، تقيلة شوية. انا عارف، انا برضو معرفتش اعملها. طب بص، أنا لا أطلب منك لا صلاة ولا صوم ولا زكاة، أنا عايز منك حاجة واحدة بس. إيه هي؟ انحني لي. بتهيألي السائل منك إنك تحترم عبقريتي وذكائي، وهو ده معنى العبقرية والذكاء، الانحناء احتراما بس لعبقرية وذكاء. انحني. أكبر معصية لله إنك تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ده اللي عمله فيه الملعون. أنا مش قادر أصدق. لا أصدق، لما البني آدم تملاه الدنيا قلبه خلاص من جوه بيبقى فاضي. إيه بقى اللي حصل بعد كده؟ ولا حاجة، اختفى من حياتي وعشت حياتي عادية جدا، يوم في العالي ويوم في الواطي. بس يا أخي موقف الخرابة ده مش عارف، خليني بتحس ان في شرخ جوايا، ان انا مكسور من جوايا. بس خلاص ما عادش بشوفه تاني. عمال طبت ازاي؟ الواحد اللي غلب 43. نعم. دي حكايه طويله هبقى احكيها لك بعدين، احنا لسه قاعدين هنا. المهم دلوقتي تخش نام عشان نلحق نصحى ونصلي الفجر. يلا ماشي يا دكتور، تصبح على خير. مع السلامه.
مش فاهم حاجة. ايه اللي جاب المحاضرات دي هنا؟ معقول يكون كلامه صحيح؟ مش ممكن، مش ممكن. حشتك الذكريات القديمة؟ وجعتني. عندك حق، ما كانش ينفع اسيبك. لا نفع وهينفع وهتمشي من قدامي دلوقتي. اللي ينحني لي يوم ويغدر مسيره هيرجع لي. انا خلاص انحنيت للي خلقني وخلقك، مفيش اعظم منه. تفتكر هيقبلك كده بسهوله؟ انت ايه مش بتيأس؟ لا أحتني كن ذريته إلا قليلا. وأنا أملي في الإنسان ده، إنسان بمنتهى الشجاعة يشيل خطيئته على أيديه زي الكفن. طب إذا كان كده ليه الشيخ ما حاولش يضحي عشان أنت بتوب؟ هو حاول بس ما عرفش. حاجة وحيدة بس اللي فلح فيها. هي إيه؟ المخدرات. مخدرات؟ ما تتخضش كده، المخدرات لا هي سرقة ولا قتل ولا زنا، هي الحاجة الوحيدة اللي فلح فيها. ومع ذلك للأسف ما لحقش يقوم بالمهمة، يمكن علشان كده هو وكلها لينا. وكلها لينا؟ أعوذ بالله. أستاذ سالم. بركة خير. في إيه؟ مصيبة، كارثة يا أستاذ سالم، كارثة. إيه اللي حصل؟ فلوسنا كلها راحت، مصيبة وحطت على دماغنا يا أستاذ سالم. اخلص يا بهجة، تقول لي إيه اللي حصل بسرعة. الأرض اللي كنا واخدينها طلعت ملك الدولة، وصاحبها طلع نصاب. يا نهار أسود، يعني إيه اللي أنت بتقوله ده؟ يعني فلوسنا كلها ضاعت. 40,000 جنيه. إيه؟ 40,000 جنيه؟ راحوا؟ لا 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 لا، مش ممكن. اللي أنت بتقوله ده مش ممكن، ده جنان. طب ما حاولتش تعرف حاجة زي كده وتبلغني بيها ليه؟ أنا عملت كل اللي أقدر عليه، لكن هعمل إيه؟ حضرتك بقى اللي قاعد هنا وسايب الدنيا تضرب تقلب بره. وقلت لك قبل كده هنا مفيش شبكة، مش عارف أوصل لك. على ما جيت لك كان الوقت راح. طب وما بعتش من نفسك ليه يا بني آدم؟ دي تعويشة عمري، مش ممكن. هجيبهم منين تاني دلوقتي؟ أقدر أشتغل في السوق إزاي؟ سالم ايه ده حبيبي؟ ما تبانش في نفسك كده. انا انتهيت يا ابراهيم، كل اللي بنيته اتهد، ما عادش حلتي حاجه من الدنيا اشتغل بيها. ربك هو الرزاق، ما تخليش الشيطان يضحك عليك. شيطان ايه؟ يا دكتور مش كل حاجه تحصل لازم يبقى وراها شيطان. يا جماعه الشيطان مش كل حاجه، الشيطان مش اله، مش كل حاجه تحصل يبقى وراها الشيطان. مش هو ده كلامك؟ كرارك يا سالم، ما تخسرش ايمانك. مين قال ايماني بخسارتي؟ هو لازم كل حاجة نربطها بالإيمان عشان خاطر نعلي عليها خيبتنا ولد علينا؟ سالم فوق، انت راجل تاجر، فاهم يعني ايه تاجر؟ يعني معرض للمكسب والخسارة، ممكن تخسر كل فلوسك حتى لو قعد على تالي فلوس. فوق بقى يا اخي فوق. مش قادر يا ابراهيم، مش قادر. انا تعبت قوي عشان اجمع الفلوس دي. ايام الحرام كانت بتيجي في ليل، وانا اخترت بمزاجي وتنزلت، لكن الفلوس دي حلال يا ابراهيم، حلال ولا تعبت فيها. يضيعوا ليه؟ يضيعوا ليه يا ابراهيم؟ يضيعوا ليه؟ قلب
درينج سياح لك في مصر كلها. قال ان هو قلعك مالته خلاك تلف حوالين القلعه ادخل. سلم، اخباره ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويس. انا بس كنت عايز اتكلم معاك يعني في كلمه كده. خير؟ طبعا انت عارف ان البرنج جاي النهارده. اه طبعا. وكمان عارف ان احنا ما لحقناش تحضر له الفلوس اللي هو عايزها. طبعا. فده طبعا هيخليه بقى يعني يزعق ويقل ادبه. اكيد. فانا يعني كنت عايز اطلب منك يعني الاحسن يعني اني ما احضرش، مش كده؟ يعني لو ده ما ضايقكش. بالعكس، ده انا حتى البرنج ده ما بطيقش اشوف وشه. خلاص خليك انت في اوضتك، ولو حصل اي حاجه انا هندهلك. ما تقلقش، انا عايزك بس تخلي بالك انت من نفسك، ولو حصل اي حاجه يبقى اندهلي. مية مية سبع هواك. اهلا اهلا يا معلم، نورتنا. يا سلام يا جدعان، برضو الناس الطيبين ليهم امراض، وش السمح والحس الحنين. ربنا يحفظك يا دكتور. اتغيرت يا معلم. اتفضل اتفضل. حد برضو يشوف الوش السمح ده ويقول حاجه وحشه لا سمح الله؟ انت يا ما قلت يا سيدي، ما تدقش، اللي ما يعرفك يجهلك. على مو يعني يسعدنا انك انت تقول الكلام ده، وخصوصا النهارده يعني. بصراحه العباره كده بهوات، انا من ساعه ما كنت عندكم اخر مره وانا مش عارف انام. كلام اللي سعادتك قلته لي يا دكتور قلب لي دماغي. بقى معقول رب العباد شايفني وانا عمال بعمل اللي بعمله دول وصبر عليا، وانا عمال بتغابى ولا همني؟ لقيت نفسي بقول له روح جرايات وتصحى كده وتفوق. ايه خلقك ما خلقش غيرك ولا ايه؟ ولاك من ربنا مديك شويه صحه تقوم مفتري بيهم على خلق الله. طب هتعمل ايه بقى حلو لما تبقى انت وهو بس في حته قبر ضلمه متر في متر؟ يا ترى ربنا هيعمل معايا ايه؟ فجاه عدت قدام عينيا صور الخلق اللي افتريت عليها طول حياتي. شفتهم وهم بيبصوني بخوف ومسكنه، وانا البعيد عمال اكاين لهم من غير لا شفقه ولا رحمه. تصدق بالله يا دكتور؟ لا اله الا الله. الدمعه فرت من عيني، حسيت اني صغير قوي، حسيت ان في جبل تقيل تقيل قوي مرمي فوق صدري، جبل مليان شوك، شوك عمال يغرس في جسمي كله. ساعتها بس قررت اني اسيب حياة البلطجة والفتوانة، صممت اشتغل. اشتغل ورزق على الله. عشان كده جيت اقول لكم خلوا فلوسكم معاكم، ربك هو الرسام. بجد الكلام اللي بتقوله ده يا استاذ برنجي؟ صحيح اللي انت بتقوله ده بجد يعني؟ يا بهوات انا اتعلمت، صحيح متاخر حبتين، انا ما ربك لما يريد. وبعدين اعمل ايه بقى في مخ التيران اللي عندي اللي تقوله الناس في يوم افهمه انا في سنه؟ مين ده بقى الحسان يتفرج على المعجزه الالهيه دي؟ يا حسان حسان، أنا اللي مرة يا ابن الكلب. ليه يا أخي؟ حبكش معاك خلص إلا دلوقتي. اللي أنت عملته ده مجنون. أنت مجنون مجنون. أنا خلاص خلصتكم منه، ما عادش يتفتون على حد تاني. أنت جنان. سيبك منه يا دكتور، خليه يموت ونخلص من شره. تخلص من مين؟ تخلص من مين؟ الراجل تاب تاب ورجع للطريق. انت بتقول ايه؟ كده كده يا حسان، الراجل بعد ما جالك تايب ونضيف
سمعته زي البرلنت تقوم تقتله. اخص عليك يا حسان، انت تعمل كده؟ لا لا، ده كذب كذب مستحيل. ايوه انت اللي قلت لي انه قال عليا. انت اي حاجه تسمعها تصدقها كده على طول؟ ايه؟ اخص عليك يا حسان، اخص عليك يا اخي. ما كنت اسال ما خاب من استشار، اسال مش زي ما كده بكون ما صدقت كده على طول تقوم قتله. راجل جاي لك تايب ونضيف ورجع الى الله سبحانه وتعالى، لا حول الله، يا عيني عليه وعلى مراته. لا لا، ده كذب كذب. مين اداك الحق انك تقتله؟ انا ما بقى. انت ايه يا اخي؟ انت وقعتنا في مصيبه. ايوه انا انت قتلت انسان بريء. لازم تاخد عقابك. ايه؟ انت فاكر ايه؟ بلد ما فيهاش قانون؟ ما فيهاش نيابه؟ فاكر ان ابراهيم مش هيبلغ البوليس؟ كده ولا ايه يا ابو خليل؟ اوعى تعمل كده يا دكتور ابراهيم. ابراهيم؟ ابراهيم؟ انت هتبلغ؟ اوعى اوعى ابراهيم اوعى. يا ابراهيم ايه، انت هتخالف ضميرك ومش هتبلغ البوليس ولا ايه؟ طب والشرع والدين يا اخي؟ ما تسمعلوش يا ابراهيم، ما تسمعلوش، ده عايز يوديني في داهيه. بص انا عايز اقول لك على حاجه، انا ممكن انجيك منها لو انت عاوز. ازاي؟ لا ازاي بقى، تبقى تعدي عليا في الفيلا وانا اقول لك. اوروفوار يا جماعه. ابراهيم ابراهيم انا غلطت، طب هعمل ايه؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ تسلم نفسك. تسلم نفسي؟ طب دي فيها اعدام. لازم تكفر عن ذنبك. بس انا ما قتلتش البرنجي، انا اتضحك عليا. هو ده الحل الوحيد. ولو ما عملتوش يبقى انا مضطر. لا لا ابراهيم، مستحيل مستحيل مستحيل. حسان لازم نلحقها يا دكتور. عساسين الحق يا دكتور، ده راح العساسين. الله يرحمك يا برنجي. الواحد باين له في اخر المده دي هيبقى ترابي نمره واحد، وفي يوم من الايام انا بقى تحت التراب ده. يا ترى اليوم ده امتى بقى؟ قبل الشهر ما يخلص ولا بعده؟ قصدك ايه يا سالم؟ اديني سبب اللي احنا فيه ده. سايبين بيوتنا واهالينا واشغالنا وجايين نقعد في حته مقطوعه، طب ليه؟ دي وصيه الشيخ لينا، ووصانا كمان ان احنا نحافظ على نفسنا، مش نضيع واحد ورا التاني. ضياع حسان ده حالة خاصة. ضياع حسان نموذج للي ممكن يحصل لنا لو قعدنا هنا. احنا بنضيع ابراهيم. اعتبر الشهر ده فترة اختبار. بس ده صعب قوي. بالعكس، ده سهل جدا، محلول كمان. الدنيا بعيد عنك ونفسك قدامك. هي دي بقى المشكلة، نفسك دي. لو قدرنا نتغلب عليها يبقى نجحت. ولو ما عرفناش هنضيع كلنا زي ما ضاع حسان. انا ماشي يا ابراهيم. سالم، الهروب مش حل. بس الهروب لما يكون من مصياده يبقى هو ده الحل. انت ممكن تمشي، ممكن تمشي، بس مش هربان. ما تتعبش نفسك معاه ابراهيم، ما يلا بينا كلنا. لا انا مش همشي من هنا لما المده كلها تنتهي. وانت يا عمر جاي معايا ولا لا؟ لا يا سالم انا مش جاي، انا هستنى هنا. للاسف انا مش هينفع اكمل معاكم، انا لازم امشي. وعموما انتوا معاكم تليفوني وعنواني. مش عارف ايه اللي بيحصل ده وليه ده بيحصل. ليه دايما في شر وفي خير؟ ليه ما يبقاش في خير على طول؟ ليه دايما ما بنحسش بالامان والرضا وراحه البال على طول؟ انا حاسس ان انا مخنوق، حاسس ان انا تايه. عمر
كل الأسئلة اللي في دماغك ومحيراك دي حيرت ناس كتير قبلك. في ناس وصلوا الحل لإجابة، وفي ناس تاهت. تعمل معايا اتفاق. اتفاق ايه؟ انت مش قلت ان توبة عزازيل هي تحقيق نبوءته عن البشر وابراز معصية ابن ادم علشان تبقى لي حجة عند الجبار؟ طب لو العصيان الخالص ده ظهر اخده في ايدي واطلع على سابع سما وانزل بصك الغفران. انا موافق اقوم بالدور ده. انت موافق؟ طب انت موافق ليه؟ عشان الناس، عشان كل الناس، عشان نعيش من غير ألم وخوف وحزن، عشان كل اللي بنحبوهم ما لقاهمش فجأة تاهوا مننا. جميل. ها مستعد؟ ايوه مستعد، بس قبل اي حاجة اضمنك ازاي؟ وعد، وعد مني ان مش همس انس ولا جن لحد يوم القيامة. وعد وهكتبهولك على مية البحر، على رملة الصحراء، على صفحة السماء. اكتبهولي في ورقة واديهولي. اوي اوي. ده يرضيك؟ ده مش حل تاني، ربنا شايفنا انا وانت. دلوقتي بقى جه دوري في الاتفاق. اعمل ايه؟ هي شمه واحده. وبعدها كل الناس هتدوب. كلهم؟ كلهم. هيتوب وهيسلم نفسه. سالم هرجع لكم بكره الصبح. دكتور ابراهيم، دكتور ابراهيم عرف طريقه خلاص. والله العظيم عشانكم، عشانك انت وحسان وسالم انا حليت المشكله. والورقه هنا، مش امسك الورقه. امسك ايه؟ ده الاتفاق اللي هو ادهولي. هو مين؟ اللي هو الشيطان. مفيش حاجه في ايديك. شيطان ايه؟ ايه ده؟ انت سميت الوين؟ الورقه فين يا ابراهيم؟ سميت الوين يا عمر؟ الورقه كانت معايا هنا. ورقه ايه؟ لا لا كانت معايا. طلع الورقه يا ابراهيم. فوق. طلع الورقه يا ابراهيم. بقول لك فوق. الورقه فين يا ابراهيم؟ اقعد ازيق. الورقة فين يا عزازيل؟ ايه فيه؟ الاتفاق اللي انت قلت له عليه فين يا عزازيل؟ عمر! عزازيل! عمر! عزازيل! عمر! الورقة فين يا عزازيل؟ الاتفاق اللي قلنا عليه فين يا عزازيل؟ عزازيل! يا عزازيل! اللي قاعد بقى تتفرج ليه وما بيروح قدامك واحد ولا اثنين.
هنتفارق يا قلبي كل شيء فارق يا قلبي خلاص هنتفارق يا قلبي كل شيء فارق فين اللمة في قرب الله فين اللمة في قرب الله وناس للجنة بتساعد وداع هي حضن نسيت فيك الأوجاع وداع هي صاحب كنت جنبي وضاع لا ببكي على على تراب أو مال أنا ببكي على اللي مال يا صحبة ما جبتكيش بالمال أنا عارف بحب الله وداع هي حضن نسيت فيك الأوجاع صاحب كنت جنبي وضاع شيطان بشباك وحام بينا أخد أحبابنا منا شيطان بشباك وحام بينا أخد أحبابنا منا يا عالم باللي كان عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ترى مولانا موجود؟ لا. خرج يعني؟ لا. مات. مات؟ مش معقول. مش معقول. لا حول ولا قوة إلا بالله. مات إمتى؟ من 30 يوم بالظبط. 30 يوم؟ ده أنا جاي حسب الميعاد يا مولانا. ما تأخرتش. هو اللي قال لي كده. شهرين وتجيني. وديني وفيت بوعدي. معلش جاله الميعاد الاهم وحضرتك ابنه لا امال حضرتك وحضرتك يعني الشيخ كان موعدك بحاجه انا اقدر اديها لك بالعكس ده انا اللي جايب له قلت لازم اول فلوس حلال تجيني اجيب له منها هديه واديني وفيت بوعدي وانت كنت بتشتغل حرامي اعوذ بالله حد الله بيني وبين السرقه امال كنت بتشتغل ايه تاجر مخدرات أنا مؤكرب لا بس دلوقتي خلاص الكلام ده كان زمان وانت ايه اللي لمك على الشيخ؟ أقول لك يا سيدي البوليس كان مفتح عينه علي حبتين ناس وصفوا لي الجزيرة هنا قالوا لي في شيخ طيب عايش فيها لوحده قلت بس حلو قوي مفيش أحسن من كده مخبى خدت الحاجة وجيت على هنا حاجة ايه؟ البودرة البودرة؟ وبعدين بصراحة الشيخ أول ما قابلته كان منور ولا البدر في ليلة تمام بس متفهمش إيه اللي برجلني كده لما وقفت قدامه ورجليا خبطت في بعضيها بعد كده كلمة منه على كلمة مني اتفقنا إن أنا أمشي في تجارة حلال لمدة شهرين ربنا فتحها عليا أستقيم وأسيب الكار وهو ربنا فتحها عليا ومن واسع وما بقتش محتاج لللفة دي قولي هي فين عشان نقدمها راحت 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 فين خدها الشيطان في 60 داهية قول لي بقى انت كنت عايش هنا ايوه من ساعة الشيخ متوفى ايوه ياه
وقدرت تعيش هنا لوحدك؟ ما كنتش لوحدي. الله، وما فين الأحباب؟ عايز أسلم عليهم. مش هتشوفهم هنا، راحوا. راحوا؟ يا خسارة، كان نفسي أشوفهم. هتشوفهم في يوم من الأيام، هم زي وزيك. كنا أربعة، دكتور ومحاسب وطالب وصنايعي، كنا بنخاف على بعض من الهوا الطاير. ضحكتنا كانت تملى الدنيا كلها. انت ليه بتقول كنا؟ هم راحوا فين؟ خدهم الشيطان في سكته، ما فضلش غيري. قررت ان انا حارب حتى لو لوحدي. لما عدى اليوم الثلاثين حسيت ان انا خلاص انتصرت. انتصرت؟ هم اللي راحوا رجعوا؟ لا، ما رجعوش. وما انتصرت ازاي؟ كملت المدة. وما منعتش اللي راحوا؟ حاولت. وعرفت؟ لا، ما عرفتش. وبتحسب نفسك انتصرت؟ تقصد ايه؟ صحيح انا فهم على قدي وراجل على قد حالي، انما بعد ما اتغيرت حسيت قد ايه البني ادم كان متغمي زيه زي الاعمى، واول ما بيشوف بيبص وراه بيشوف قد ايه هو بعيد. وبقيت اقول في سري، يعني مفيش واحد ابن حلال ياخد بايدي ويساعدني انا الكفيف، وانت هو بيه وشايف، وسبتهم يتعموا من حواليك. كنت عايز نعمل ايه؟ عايز نعمل ايه؟ كل واحد مسؤول عن نفسه. ده مش كلام الشيخ. لو الشيخ قال كده ما كنتش انت تبقى هنا، لكن الشيخ ما قالش كده. الشيخ ما مشيش الطريق لوحده، خدنا معاه، عشان كده هو الوحيد اللي ما اتهزمش. عايزك تعرف يا ابني ان طول ما ايديكوا في ايدين بعض وقلبكوا على قلب بعض، عمر الشيطان ما هيغلبكم ولا هيقدر حتى يهوب ناحيتكم. يلا بينا. على فين؟ نرجعهم. وانا مالي، نعرفهم منين؟ يمكن في يوم من الايام تروح وتحتاج لحد يرجعك تاني. عندك حق. يلا بينا. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير؟ الاستاذ سالم فوق ولا نزل؟ هو هيستريكوا، عايزين الاستاذ سالم فين ان شاء الله؟ نعم، انت مالك انت؟ عايزينه خلاص، هو فوق؟ لا، الاستاذ سالم مش فوق، الاستاذ سالم تحت، وتحت خلص كمان. تحت قوي خلص؟ انا مش فاهم في ايه يعني. يا بيه، الاستاذ سالم مقبوض عليه. ايه؟ انا عارف سعادتك مقبوض عليه يا بيه. مقبوض عليه؟ جت عربيه الدوريه النهارده الصبح وخدوهم البيت. مقبوض عليه ليه؟ انا عارف، ربنا يحفظ عبيده. ناس معاها فلوس قد كده على قلوبها وما تسعيش من الحرام، واحنا يا ولداه ساعات ما نلاقيش نتعشى. بس حض الله بينا وبين الحرام. ايوه، حض الله بينا وبين الحرام. انا مش فاهم حاجه. في ايه؟ انا هفهمك. تعالى بس. تعالى فين؟ ما مش فاهم حاجه. تعالى بس انا هفهمك كل حاجه. تعالى معايا. بعد ما سبتكم على طول حاولت ادبر المبلغ اللي ضاع مني. اخدت قرض من واحد صاحبي حوالي 40,000 جنيه. كتبت شيك على نفسي بدون تاريخ على حسب طلبه، على اساس يعني ان هو بيعمل فيا جميله ومش هيطالبني بالمبلغ الا لما يكون معايا فعلا. يعني راجل طيب اهو. مش قوي، ما هو القرض كان عليه فايده 10% بالفايز يعني. ربا يا سالم. ما تلومنيش يا ابراهيم، انا كنت زي الغريق متعلق بقشه. ويا ريتها قشه. ها، وبعدين؟ الراجل اللي انا كتبت له الشيك اتاريه بيعمل فيا مطب عشان يطلعني من السوق، وتاني يوم قدم الشيك في النيابه. ازاي بس؟ مش المفروض الراجل ده صاحبك؟ الفلوس ما فيهاش صحوبيه، اسالني انا. وبعدين؟ بس معيش فلوس اسدد الشيك. طب بهجت يعني ما قدرش يدبر لك جزء من المبلغ؟ بهجت؟ بهجت طلع موالس مع الراجل التاني عليا. والحل؟ لازم اسدد الشيك. دول 40,000 جنيه. شفت ازاي؟ معرفش ليه ساعتها انا افتكرت الجدع اللي اسمه البرنجي ده. الله يرحمه. ولا يهمك يا باشا، الفلوس هتدفع. ايه؟ ازاي؟ شغلانه صغيره كده كنت شايل لها مبلغ، نفك الزنقه وبعدين ربنا يفرجها. يا حسن، المبلغ مش صغير. يا دكتوره، انا لما تبت كان عندي في البنك 5,000,000 جنيه بس من الحرام. لما طلعتهم ربنا بعت لي 5,000 جنيه في الحلال. اقسم بالله ما شفت اطعم ولا اطهر منهم. ربنا عنده كنوز الدنيا كلها، بس مش هيطلع لنا منها غير لما نطلع احنا لله.
انا مش فاهم انت بتعمل كده ليه. عشان طريق ربنا يا سالم بيه غالي غالي قوي، كنوز الدنيا كلها ما تساويش لحظه واحده في طريق ربنا. انت متاكد ان هو ده المكان؟ حسب الوصف اللي انت اديتهولي يبقى لازم يوصل للحاتي. حاتي؟ تاجر صغير بيشتغل على بتوع المدارس وبتوع الجامعات. هو ده اهو، مش قلت لك؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم نلحقه قبل ما يدخل الحاره، لو دخل الحاره ان درجيه مش هيسيبوه. طيب يلا بينا. لا استنى، انت اكيد عارفك، روح انت على العياده وانا هحصلك. مين؟ تعالى. انا هم. انا تعالى هنا. عايز كباب ولا كفته؟ عايز كيلو مشكل. الحاتي قافل النهارده والكلاب ملمومه على اللحمه. ايه؟ ما تخافش، الدار امان. انت مين؟ بقول لك ايه؟ السكه ملبشه، انا هاخدك لسكه امان، تعالى. يا عم فين الحاتي اللي انت بتقول عليه ده؟ هتفهم كل حاجه دلوقتي. انت جايبني هنا ليه؟ عايز اشوفك يا عمر. ابراهيم؟ ايه؟ انت بتهرب مني ليه؟ كنت عايز مني ايه؟ مش انا اللي عايزك. امال مين؟ ربنا. ربنا اللي خلقني وخلقك. ما انا هبقى ارجع له لما يجي لي الميعاد. ميعاد ايه؟ انا ماشي يا ابراهيم، سلام. استنى. فاكر يا عمر حكايه اللي حكيتها لك مع الشيخ؟ فاكرها؟ أنا بقى لسه ما حكيتلكش هي انتهت ازاي. إيه؟ مش عايز تعرف الواحد اللي غلب 43؟ استنى. طيب استنى عمر، احنا كان بينهم بعض عشرة طويلة، مستخسر فيه 5 دقايق، حكيلك في 5 دقايق. استنى. اتفضل. بالليل يوم 17 أكتوبر. في حد فاضل لأشحاتة؟ لسه يا دكتور، راجل عجوز ومعاه عيل. عجوز وعيل؟ ده عيلة نسا يا ابني. ايوه يا دكتور، هو عارف كده. خلاص دخله. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا حمد؟ الولد ده محموم يا دكتور. الولد فعلا سخن جدا. بقاله كم يوم؟ بقاله يومين يا دكتور. هات كمادات ميه ساقعه بسرعه. سيب. الولد فعلا محموم. انت والده؟ اعتبرني والده يا ابني. اعتبرك والده؟ طبعا طبعا. يخلفوا من هنا ويرموهم قدام جامع على الرصيف. الله يسامحها بقى، لو كانت رميته قدام جامع كان زمان حالته بقت احسن من كده دلوقتي. امال سابته فين؟ مرمي في خرابه. ايه؟ ولولا لطف المولى سبحانه وتعالى وشهامه الناس ولاد الحلال لكان زمانه في اعداد الاموات دلوقتي. لقيته فين يا مولانا؟ لقيته في حته ملعونه اختلطت فيها الخطيئه بالبراءه فاصبحت ضريح لكل شيء نظيف في حياتنا. اسمها ايه الحته دي؟ اسمها خرابه. خرابه الرشيد. انت تعرفها يا ابني؟ شحاته، انت يا زفت شحاته، فين كمادات الميه الساعه بسرعه؟ الواد ده مش هيموت. مش هيموت. يا ابني لو كان بايدك ما كانش حد غلب. بايدي مش بايدي، الواد ده مش هيموت. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو اسمه ايه؟ اسمه ابراهيم. ايه؟ ابراهيم؟ فوق يا ابراهيم، فوق يا ابراهيم. ابراهيم ابراهيم ما تموتش يا ابراهيم، ما تموتش، ده انت امل الوحيد، امل الوحيد نرجع بني ادم تاني. ابراهيم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اسكت شويه يا ابني، اذا نفدت من ايدك الاسباب نرجع للمسبب. انت اصلك مش عارف. لا عارف، عارف ان اللي في ايده الحياه والموت
واحد وبس سبحانه وتعالى. يعني اعمل ايه؟ اسيب الواد يصلي؟ حاشا لله حاشا لله يا ابني علقه، بس استأذن المولى سبحانه وتعالى ان علاجك يكون سبب في شفاك. ابراهيم اصحى يا ابراهيم. يا رب يا رب انت رميت من ايديا خطيئتي يا رب. اذا عاش هيبقى عندي امل اني ارجع تاني، لو مات عشت العمر بخطيئتي. ابراهيم ابراهيم يا رب احيي يا رب بقدرتك بقدرتك يا رب. انا عبدك انا عبدك يا رب وابن عبدك. احيي يا رب احيي احيي يا رب احيي. ابراهيم 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مبروك يا دكتور، ربك سبحانه وتعالى كان أرحم بيك أحمدك إبراهيم. أحياه في الأولى علشانك وأحياه في الثانية برضه علشانك. أهو ده الواحد اللي غلب الثلاثة والثانيين. ده الواحد اللي غلب الثلاثة واربعين. ربك بقى وقادر على كل شيء وعايزني انا ارجع لك. ايوه بس الموضوع ده صعب قوي يا ابراهيم. انا عارف، بس حاول تفتكر الايام الحلوه اللي قضيناها مع الشيخ. ولو ما قدرتش ارجع حاول تاني، اصل طريق التوبه ده مش كده مش لحظه يعني، ده سكه طويله ولازم نمشيها. ممكن نقع مره واثنين وثلاثه، بس لازم نرجع لازم نرجع ونرجع نرجع اللي احنا بنحبهم. اللي احنا بنحبهم؟ سالم وحسان. مش ممكن مش ممكن نسيبهم، مش ممكن نخلي عزازيل ينتصر علينا. وايه اللي دخل عزازيل بس دلوقتي؟ ليه القلق ده؟ بيقولوا بقى خطر قوي، حسان دلوقتي من الاسامي المسجله عند الامن، ارهابي خطير. ايه بس وعمل ايه؟ اوه حاجات خفاف يعني في الاول، سرقه نادي فيديو، كسر محل ذهب، بس هم متوقعين ان هو يتطور اكتر من كده، وخصوصا انه اعترف بقتل البرنجي. ما هو القتل ده له حاجز وهمي، تتعداه تقتل تاني وتالت ورابع. انت متاكد ان احنا هنلاقيه هنا في المدافن؟ يا دكتور المدافن دي اصل الحياه، بيستخبى فيها اللي عايز يهرب من الحكومه، يهرب من الناس، يهرب من الدنيا كلها، وسكاكها سالكه، وضربها تتوه اللي ما يتوهش. بس احنا افكارنا عارفينها كويس قوي، وانا سالت الناس بتوعي وعرفت المدفن اللي هو فيه. ربنا ييسر الامور ونلاقيه. تعال يا رب. ما تقلقش عليا يا ابراهيم، انا عايش احسن عيشه زي ما انت شايف اهو. انت اللي لازم تقلق على نفسك. ولا ليه؟ انت راضي عن حياتك يا ابراهيم؟ الحمد لله راضي. لا مش فاهمني، قصدي يعني راضي عن اللي بيحصل بره ده. هو ايه اللي بيحصل بره؟ الفساد والانحلال والفجور، السرقه والنصب والرشوه اللي احنا عايشين فيها، الجاهليه دي. طبعا مش راضي. حاولت تغيرها؟ حاولت. وعرفت؟ انت متخيل انها ممكن تتغير في يوم وليله؟ امال هتتغير امتى؟ بعد 7000 سنه؟ لا بس محتاجة مدة طويلة عشان تتغير. وهتغيرها ازاي بقى؟ زي ما ربنا قال لنا، بالحكمة والموعظة الحسنة. وهو اللي قال برضو قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. دول المشركين. وهو في شرك أكتر من اللي احنا فيه ده. يا دكتور الأصنام النهاردة ما عادتش حجارة وخشب، الأصنام النهاردة فلوس وشهرة ومنصب وجاه، وكله شرك والعياذ بالله. بس ربنا سبحانه وتعالى ما وصف الحاجات دي في القرآن، قال عنها متاع الحياة الدنيا مش أصنام. أيوة يا دكتور، بس لما تبقى الحاجات دي بقى بتلهي عن ذكر الله وبتأدي لذنب وخطيئة، ما تبقاش بقى لا حلال ولا متاع. ومين قالك بقى إن الذنب والخطيئة يبيح القتل؟ أمال إيه بس اللي بيبيح القتل؟ أنت ليه بتدور على اللي يبيح القتل يعني؟ لأن هو ده الحل الوحيد. لا لا لا، ده الحل السهل السطحي، بدل ما نحارب الخطيئة نقتل الخاطئ، لأن محاربة الخطيئة محتاجة وقت وتعب، لكن قتل الخاطئ سهل سهل جدا. ضغط على الزناد، طعنة بسكينة زي ما عملت كده مع البرنجي. الحكاية مش كده يا حسان،
مش كده؟ وإلا ما كانش سيدنا رسول الله قعد 23 سنة يدعو لله ويكلم الناس؟ كان ممكن يخلص الحكاية دي كلها بكلمة لما جاله ملك الجبال وقال له إنه يطبق عليهم الجبل. حسان، ما تكررش نفس الخطأ اللي كان ضحيته إنسان بريء ذنبه في رقبتك. الإنسان ده هو عاصي كان معزز، ولما تاب اتقتل وعلى إيديك. إبراهيم، الكلام ما بيجيبش نتيجة. نتكلم تاني. الناس ما بتسمعش. مسرها تسمع. الكلمة ما بتغيرش. ما كانش ربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه بيها؟ ده كان نبي وإحنا أتباعه يا أخي. النبي قاتل وانتصر بعد ما دعا وغفر وعفى. ربنا قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وربنا قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إبراهيم، واضح إن كل واحد فينا له سكته. سكة الحق واحدة يا حسان. تبقى سكتي. أنا ماشي في سكتي يا حسان، ولو إحنا الاتنين ماشيين في سكة واحدة يبقى هنتقابل. تخيلت ان حسان هيبقى اسهل واحد فينا. لا، متهيألك حسان في دماغه فكره ومقتنع بيها، مش هتقدر تقنعه انها غلط. يعني مفيش فايده خالص. رحمه ربنا واسعه. سيبوك من الحكايه دي، في فكره كده في دماغي عايز اخد رايكم فيها. خير؟ بيت الشيخ. ماله؟ مش عايز اسيبه مهجور كده. مش قوي كده، كل دول مش هيفلتوا من ايديا. انا عارف اللي انت بتعمله ده صعب على الانسان، لكن المشكلة انك مش فاهم. مش فاهم؟ مش فاهم ايه؟ ان لو على اكتاف الانسان جبل من الخطايا ممكن ده كله يضيع بكلمة واحدة، كلمة واحدة من قلب صافي. تعبك ده كله ساعتها هيروح على الفاضي. بس الحرام عمرها ما هتنتهي. بس انت لا يمكن تنتصر، لا يمكن تنتصر. عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين.